إن آية قرآنية تذكر لنا تعاقب الليل والنهار تكشف بذاتها عن كثير مما لم يكن معروفا في زمن التنزيل. I feel that those signs probably weren't understood when the Quran was revealed, and that's why a lot of the scholarly work then was on the other meanings of the Quran and the interpretation of those meanings. And these verses that we're discovering now were a mystery, by and large. ترد الكلمة القرآنية يكور في الآية الخامسة من سورة الزمر في الزمن المضارع لتبيان استمرارية التكوير، كما أنها تعني صناعة شيء على شكل كرة. وهكذا فإن طبيعة الأرض الكروية قد اتضحت تماماً لقارئ القرآن منذ 1432 عاماً كما هي الآن لقارئ اليوم والغد. إن وصف الأرض بهذا الشكل الدقيق لم يكن معروفاً في أي مكان في زمن التنزيل. ولتوضيح قاطع لطبيعة الأرض أورد القرآن كلمة يكور، وهي فعل يصف تكوير العمامة على الرأس، ذلك الملبس الشائع لدى ثقافات شرق أوسطية وبعض ثقافات أخرى. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.